جنازة عسكرية شيعت خلالها الأجهزة الأمنية بمشاركة مئات المواطنين من أهالي محافظة الخليل النقيب ربيع الجمل الذي توفي على إثر حريق اندلع أمس في مركز توقيف الاستخبارات العسكرية في الخليل. بكل احترام وبكل تقدير بكل ما نستطيع التحقيق سيتواصل. لن يكون هناك أي إخفاء لأي حقائق. تقرير التشريح الطبي يعني سوف ينجز. بكل الأحوال هو شهيدنا وهو ضابط من ضباط الدولة جهاز الأمن الوقائي، سيحظى بالمكانة والاحترام والتقدير الذي يحظى به أي شهيد فلسطيني، لأنه كان خلال التزامه وخلال سيرته النضالية مثالا ونموذجا للالتزام. الجنازة التي انطلقت في موكب عسكري ضم عددا من قادة الأجهزة الأمنية جابت شوارع بيت لحم والخليل وصولا إلى مسجد حمزة الذي أقيمت فيه مراسم صلاة الجنازة على روح الفقيد. بعد صدور التقارير الأولية حول أسباب الوفاة لأهالي الفقيد ربيع الجمل، يتبقى الجزء الثاني من الحقيقة وهو تحديد أسباب اندلاع الحريق من قبل النيابة العامة العسكرية. وكانت نتائج التشريح الأولية للنقيب الجمل قد صدرت ظهر اليوم بإشراف عدد من الأطباء، من بينهم الدكتور عبد الودود أبو تركي كممثل للعائلة والمحامي عقل الجمل، بالإضافة إلى مدير منطقة الجنوب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش. نتيجة التشريح كان أن الوفاة كانت ناتجة عن استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وهذا الغاز كان ناتج عن الحروق التي كانت في جسمه والحروق النارية التي كانت موجودة في المكان، ولم يظهر على الجثة أثار عنف خارجي حسب ما أفاد رئيس الطب العدلي وحسب ما تبين في الكشف الظاهري على الجثة. عائلة الفقيد ووفق مصادر عشائرية صرحت فجر اليوم الخميس بأنه تم التوصل لاتفاق مع عائلة الجمل وأبو سنينة على هدنة لعشرة أيام مع الأجهزة الأمنية حتى ظهور نتائج النيابة لإنفاذ القانون وتطبيق العدالة. طبعا إحنا ما بنقدر نتهم أي حدا أو نحكي إنه هو المتسبب في هذا الحادث إلا بعد نتائج التحقيق. لتلفزيون وطن، دعاء الأطرش، الخليل.